بالنسبة لي أنا أول مرة لقيت اقتطاعات جاتني في الحساب ديالي الخاص، مع العلم أنا عندي قرض في واحد لابونك ولكن كيقطعوا لي من لاسورس. هذوك الاقتطاعات ما عرفتش السبب ديالهم، ولكن المدير السابق ديالي علمني بانها اقتطاعات من بنك ديال القرض اللي انا كنلجأ له، وهي كانت اقتطاعات غير قانونيه. منين مشيت، المهم بقاو دوك الاقتطاعات، مشيت عندهم غوت قلت لهم علاش هاد الاقتطاعات، قالوا لي اون فوا ريغلي لو بروبليم، ما كان والو. مشيت لا دوزيام فوا لا تخوازيام فوا، عطاوني ان شيك كيتبت فعلا، عطاوني فيه شي 1700، ولكن الاقتطاعات كانت كتفوق هذيك لا سوم اللي عطاوني. يعني عطاوك شيك بحال هكا تعويض؟ بحال تعويض، عطاو لي دوك لي فونكسيونير، دوك لي فونكسيونير صغار ماشي لي ريسبونسابل. المهم شديت هذاك لو شيك خليته عندي، بقيت من بعد واحد 4 موا هاد لو موانف الثاني جاني اقتطاع، اقتطاع ما عرفتش السبب ديالو. والغريب في الامر ان تبدل المدير ديالي ديال لا بنك ديالي الخاص، جا مدير اخر كنسولو سبب الاقتطاعات، بغيت نحماق ولي سبب الاقتطاعات، ما قاليش، اكتفى بانه اي حاجه خصاتني كيعاود يدخلها لي في حسابي. وكاين واحد الخلط لي غولفي دو كونت ديالو مختلفين على لي ميني غولفي، ما بقيتش كنعرف لا شنو دخل ولا شنو خرج، كتكتب ديسپونيبل سولد سولد ديسپونيبل ولا داكشي مخربق، انا براسي ما بقيتش عرفت الصالير ديالي كي داير. المهم الغريب اللي وقع مؤخرا اللي شويه اثر عليا وبزاف، هو انني حطيت ان شيك، داك لو شيك اللي خديت من ديك لا بنك درته مع الاوراق ديالي الخاصه في وسط الدار، والدار مسورتها وساكنين فوقي الجيران. انا كنتفاجئ، كنت غنسافر عند بنتي واحد الحد، بعد ما سافرت جات واحد السيده كتدق، قالت لي كنسمع الدقان وشويه كتحبس، عاوتاني كنسمع الدقان وكتحبس، لدرجه شكيت نط، كنت كنهضر مع واحد السيده صاحبتي في التليفون وانا نوض، قلت شكون، ملي قلت شكون بجد ما جاوبني حتى واحد. ولكن ملي خرجت في العشيه تلقات لي في الباب وقالت لي راه عرفتي شكون اللي كانوا كيدقوا عليك، ولاد الجيران، مع العلم ان جوج بيبان ويستحيل يدخلوا ولاد الجيران. انا شخصيا لا ما عنديش الساروت مقاتم، يعني ولاد الجيران ما يمكنش يدخلوا، ولا جاوا ولاد الجيران غيجيو بالفوضى، ما غيجيوش بهذاك الدقان هكاك بديك الطريقه بطيئه. قلت هذا الشيء، درت شكايه للقضاء، مشيت عند وكيل الملك، درت صيفطوني للقضاء، جيت للقضاء وانا عندي واحد الثقه كامله في القضاء وكامله جدا انهم يردوا لي حقي وانهم يتبعوا هذه الشكايه ويشوفوا هذا الدار اللي ما بقاتش محميه، اللي وليت انا دابا وليت كنخاف، وكاين مراقبه وتبيع و... لا سعيده درتي شكايه؟ درت شكايه، درتها تقريبا غادي 20 جوغ، هذه درتها في القضاء استمرت كاع 5 سوايع، ولكن ما جا حد يشوف الدار. بقيت هكاك تعاود حسيت بواحد بحال شي ضغط في الدار، لان الدار ما بقاتش مامنه، بحال شي حاجه كانت مديوره، وكان نهار صداع صداع، لان داك الصداع بعدا نسيت ما قلت لكم، مني درت لا ريكلاماسيون داك الصداع ما بقاش شويه، عاود رجع ديك الليله اللي شميت شي حاجه ماشي هي هذيك، مشيت عندهم قلت لهم شنو شنو، عاودوا صيفطوني عاوتاني عند وكيل الملك، مع العلم ان وكيل الملك اللي صيفطني الشرطه القضائيه، عاوتاني الشرطه القضائيه صيفطتني عند وكيل الملك، وانا ثقتي في القضاء، انا كنتمنى من القضاء يقوم بالعمل ديالو. انا يلا سكنت، الغريب في الامر ما كيعرفونيش الناس، لان كنت ساكنه في اي تورير، ما شي واحد زعما اللي دخل لي هكا للدار ما كايناش، مخير لدرجه كاع واحد الوقيته كنت كنخلي الباب محلول. فاش مشيت شكيت لهاد لابونك لا غد لي وقع شي شويه ديال الصداع، بحال بقات كاع شي الباب سميتو، عيطت للجيران قلت لهم شنو شنو، من تم باقي ما سمعت داك الصداع هما، بحال شي صداع تسمع. صافي كان الجيران، كان كندير لي زوغ، الحمد لله داري عامره بالوليدات، وانا حياتي كرستها 38 عام وانا في هذا العمل، وكنخدموا بضمير وكيعجبني، وكنت مريضه كاع وكنجي ونمشي، انا ما كاينش حاجه اللي غتحب المهنه راه كاين، وماشي انا 38 عام دابا انا كنطالب، كنطالب كيفاش دابا داري تدخلها، وباقي كنتسنى رجائي في القضاء يرد لي يعني الاعتبار ونشوف اش واقع، وعلاش بالضبط مشى داك لو شيك، ما مشاو لي فلوس، ما مشى لي والو، وكانوا كتبوا لي فو دوفي كومبليتي. فاش مشيت ما خليتش فلوس، خليت شي 12000 ريال خليتها، لا نهائيا الفلوس فاش مشاو، باش ما نكذبش، مشاو لي، مشى لي وهزيت كارني تشيك، خفت لي ديتو لا بنك ديالي، ما بغيتش ندير ديكلاراسيون دو بيغ ديال لي شيك كلو، لقاو لي جوج دو شيك، قالوا نقدر نكون انا كاع عمرت وتقطعوا، فهمتيني، غير انا باش نحمي راسي، قالوا لي هادو الشيك ما تيريتيهمش معنا، درت لهم ديكلاراسيون دو بارت، اما الفلوس ما مشاوش، ما مشات شي حاجه، مشى هذاك لو شيك بالتاكيد. مشيت لاخذ ليه لا بونك اللي تيريت من هذاك الشيك، دخلت قلت لهم لي غولفي دو كونت،
جا تليفون قال لي ما نعطيوكش لي غولفيت كونت، ما نعطيوكش، نعطيوني ما نعطي، توقف السيستيم، ما بغاوش يعطيوني غولفيت كونت. ملي عطاني السيد المدير ديال ديك لابونك اللي تيريت من هذاك الشيك، عطاني لي غولفيت كونت كلهم فيهم مطبوعين الا داك لو شيك اللي كنت تيريت من داك بارك القرض اللي كيثبت بانني فعلا خديته على اساس انني تعرضت لاختلاس. ودابا اللي قتلني هو الدار انا ما امناش بها، القهوه كنجلس فيها كنشوف بحال كاين متابعه، انا الا وقعت لي شي حاجه ماشي الرعب، ما بقاتش حياه، ما بقاتش حياه. الرساله ديالي انا كان انا اؤكد على حمايتي راه وتحصيني، لان راه ما بقيتش محميه، فين ما مشيت تابعيني كنبغي لقيت ذاك المريبه ديال الصحافه بغيت نعاود لهم شنو ندير. مشاو اتصلوا، كيتصلوا بدوك الناس اللي كيكونوا يعني الحراس ديالها سميتو، ما عرفتش ما كيهضروا معاهم، ما كيستقبلوا، كيقولوا اش بغيتي، عرفتي واحد الحياه وليت عايشه تختلف تماما. اي باب دقيتو كنلقى العرقال. امام حتى السيد منظر البارح فاش هضر معايا قال لي الا لقيتي، خرجت له واحد الكلمه جا كيغوات قال لك انا عادي وسيري انا مالي غنحميك وهادي، قلت له ولكن هادشي راه وقع في الدار غدير شي غادي ما غيكونش وقع، جاو الناس على برا نو شنو بونس با، الناس اللي جاو على برا كلشي غيشوفهم غير منكم واليكم، قلت له غدير، قال لك انا ما نديرش، سيري عند المخزن انا ما شغليش داكشي شويه وانا نقول له واش ممكن ترد لي فلوسي كنخرج، قال لي الا لقيتي فين تكري، يعني بهذه الجمله يعني حتى الكري الا بغيت انا نكري او الرهن غيعكسوا عليا، ما عرفتش كيف لي سونتر اللي كندير فيهم السوايع اللي كنخدم فيهم انا ما كنقعدش كاع، والله العظيم الا اتصلوا بحال دابا واحد السونتر ديما انا فيه المديره كتعيط وتعاود الى السيده اللي كتجري لها المسائل ديالها في راسها، بحال شي اتصال اش كيقولوا لهم الله اعلم. واحد المره واحد السيده كاع هنا مرت هذاك السيد فاش هضرت مع المراه ما عرفوش، قالت لي واش مخابرات، يعني مخابرات دخلوا للدار. انا اؤكد على حمايتي، راه الا وقعت لي شي حاجه ليا لا ليا ولا لولادي، راه هذاك لو شيك اللي تسرق عنده علاقه بالناس اللي تابعيني، لو شيك اللي تسرق من البنك القرض، دوك اللي خداو القرض يعني 100% هما اللي خداو لو شيك، وانا كنأكد على الحمايه، الا وقعت لي شي حاجه كما كانت تسمم في داري او على برا او راه كنوجه لهم النداء لجميع الناس. كي سمعتوا ماذا تبينوا؟